مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو ألف زيرو؟ ما هي ميزات ألف زيرو؟ ما هو ألف زيرو؟ عبارة عن بلوكشين عام معزز للخصوصية وإثبات الحصة مع نهائية فورية. ما هي ميزات ألف زيرو؟ إنها شبكة جاهزة للمؤسسات وعالية الأداء، مبنية على بروتوكول إجماع جديد قائم على الرسم البياني المباشر الموجه DAG، تمت مراجعته من قبل الأقران وتقديمه في مؤتمر ACM. يستخدم ألف زيرو DAG كبنية بيانات وسيطة، ولكن لا يزال من الممكن تصنيفها على أنها بلوكشين. تم إطلاق الإصدار الأول من الشبكة في 10 نوفمبر عام 2021. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.